الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية لحكومة الشارقة، أصحاب السعادة، السادة المحاضرين واللجنة المنظمة، الحضور الكرام، يحتفل بيوم السكر العالمي في 14 من شهر نوفمبر من كل عام حول العالم لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع عن مرض السكر، وهو المرض المزمن الناتج عن عدم إنتاج الكفاية من هرمون الأنسولين في الجسم في المدن الكبيرة أو ما تسمى بمدن المترو، حيث يتناول أفراد هذه المدن طعاما سريعا أو غير صحيا ولا يمارسون الرياضة، وهذا هو السبب للإصابة وانتشار مرض السكر في معظمه. أجندتنا العلمية هذا اليوم ستحتوي الكثير من المعلومات التوعوية لتعزيز الصحة وفيها التوجيه العام والمعلومات التي ستدعم الفحص المبكر والسيطرة على حالة السكري كما تسمى الآن. أعزائي الحضور، نبدأ حفلنا بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم من سورة الأعراف للقارئ أحمد العجمي، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. نقدم لكم الآن تمثيلية توعوية لمدرسة الدوحة الخاصة، فليتفضلوا مشكورا. أمي، ألم تجهزي من الطعام؟ أنا جائع جدا. انتظر قليلا يا بني، بضع دقائق واجهز الطعام.